السلام عليكم شباب، معاكم أيمن المهندس وفيديو جديد. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. في الجزء الثاني منهج ماتلاب 2019 بي سوف نتطرق إلى ثلاثة أشياء مهمة، وهي كيفية التعامل مع ملفات الصوت، وكيفية التعامل مع ملفات الصور، وكيفية التعامل مع الكونفوليوشن نيورال نتورك. حتى نغطي هذه الثلاث أشياء عملنا بروجكت. هذا البروجكت راح ننفذه خطوة خطوة، وراح نعرف عن طريق البروجكت شلون نتعامل مع الصور وشلون نتعامل مع الصوت وكيفية التعامل مع CNN بشكل وافي. وقبل ما ندخل لهذه الأجزاء الثلاثة، خلي نفتهم فكرة المشروع بالبداية. المشروع هو اسمه Bird Species Identification Using Spectrograms and Convolution Neural Network. إذا عندنا أصناف من الطيور، كيفية معرفة هذا الصوت لأي طير يعود. بعض التجارب أو بعض البروجكتات تستعمل صورة الطير، تستعمل صور الطير حتى تتعرف على الكلاس أو نوع الطير. أن هذه الطريقة غير صالحة للاستنتاج، وأن الريزلت نتائجها غير كافية وغير وافية لعدة أسباب. من ضمن الأسباب أنه بعض أنواع الطيور لا يمكن أن نصورها بسهولة. يعني مثل ما تعرفون الطير، بعض الطيور يطير بارتفاعات جدا عالية، أو يسكن بأماكن مظلمة، أو يكون بأماكن لا يمكن الوصول إليها بسهولة. ففكروا بطريقة أخرى وهي الأصوات. عن طريق الأصوات يمكننا معرفة نوع الطير. من خلال هذا البروجكت فيه جانبان. أولا الجانب البيولوجي. الجانب البيولوجي، يعني لماذا العلماء يهتمون بهذا الشيء؟ لماذا العلماء يهتمون بدراسة أنواع الطيور؟ ما هي الفائدة من عدها؟ الفائدة من عدها أنه الطيور هي أفضل أنواع الحيوانات التي ممكن أن تتنبأ بوقوع الكوارث الطبيعية. يعني تقدر تتنبأ قبل وقوع الكوارث الطبيعية مثل البراكين، مثل الزلازل وغيرها. إضافة إلى ذلك، يمكننا التعامل مع هذه الأصوات، ويمكننا معرفة لأنه كل نوع من أنواع الطيور لها صوت معين، لها تغريدات معينة، لها ألحان معينة. راح تشوفون خلال البحث أنه كيفية التعرف أو نفرق بين صوت وآخر عن طريق رسمة الصوت باستخدام السبيكتوغرام. هذا بالنسبة للبيولوجية. بالنسبة للهندسية، واللي هو بحثنا أو مشروعنا لهذا الشيء، أنه كيفية استعمال الآلة، كيفية استعمال الآلة بأبسط الصور. لأن مثل ما تعرفون معماريات الكونفوليوشن نيورال نتورك معماريات جدا ضخمة. لو استعملنا
إضافة إلى ذلك، هذه المعماريات تحتاج إلى داتا جدا كبيرة، فحتى نحصل على نتائج جيدة لازم تكون عندنا داتا جيدة، داتا بمواصفات ممتازة، حتى تقدر تتعرف الآلة على الفيتشرز بالنسبة للكلاسات بصورة صحيحة. لازم نغذيها بصور جيدة. إذا احتاجنا إنه نغذيها بصور جيدة، إذن الملفات اللي عندنا راح تكبر. إذا كبر حجم الملف، راح تزداد عمليات المعالجة. إذا ازدادت عمليات المعالجة، نحتاج إلى سورس كبير. يعني شنو؟ يعني نحتاج أولا إلى هارد ديسك، نحتاج إلى كارت شاشة قوي، نحتاج إلى حاسبات عملاقة. لكننا بأغلب الأوقات وأغلب الأحيان لا يتوفر لدينا هذا الجهد. يعني بالنسبة للشركات الكبيرة، بالنسبة للشركات والمؤسسات، بإمكانها أنه توفر هذا الشيء. لكن بالنسبة للطلبة وبالنسبة للمشاريع البحثية اللي هي بداية المشاريع، يعني مثلا إذا أنت تريد تشتغل في شركة معينة وتريد تعطيهم هذا المقترح مالتك، فلازم المقترح يكون نبذة مختصرة عن العمل بشكل أساسي، حتى تراويهم الشغل أو النتائج مالتك لازم تاخذ عينة. فهذه العينة هي اللي راح ندرس عليها، يعني كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية استعمال مفهوم تعليم الآلة بواسطة حاسبات غير معقدة. بالنسبة للجانب العملي، سوف يتكون من عدة أجزاء أو ستيبات. الستيب الأول كيفية تحميل البيانات. طبعا عندنا طريقتين، الطريقة الأولى التقليدية باستعمال برنامج داونلود مانجر، والطريقة البرمجية باستعمال لغة الآر، وراح يكون شرح بالتفصيل كيفية استعمال الداونلود مانجر اللي أغلبنا يعرفه، وكيفية استعمال التنزيل باستخدام لغة آر، وراح نشوف الفرق بين الطريقتين. بعد ذلك بالستيب الثاني راح نقطع الداتا حتى نوفر عدد لا بأس به من الداتا لكل نوع من أنواع الطيور. أيضا بالنسبة للتقطيع توجد طريقتين أو أكثر، والطريقة اليدوية باستخدام برامج مثل الأوديو سيتي أو الويف باد، وعندنا طريقة ثانية اللي هي باستخدام برنامج ماتلاب. طبعا طريقة برنامج الماتلاب هي الأفضل والأسهل. من بعد ما نقطع الداتا، راح نحول الداتا من الصوت إلى صور سبيكتوغرام. في الستيب الرابع سوف يتم تحويل الصوت إلى صور. نستعمل طريقتين اللي هي الـ MFCC والـ STFT. من بعد ذلك سوف نغير حجم الصور، لأنه راح نتعامل مع نوعين من الـ Convolution Neural Network اللي هي Mobile Net V2 والـ ResNet 15. فلازم نغير حجم الصورة، راح نغير حجم الصورة إلى 224x224x3 بالنسبة للـ STFT وبالنسبة للـ MFCC. بعد ذلك راح نستعمل هذه الصور وندربهن في الموبايل V2 والرسنت 50. بالنتيجة النهائية سوف تظهر لدينا 4 نتائج،
نتيجة للأرسنات 50 مع الاس تي اف تي والأرسنات مع الام اف سي سي والموبايل نت في 2 مع الأرسنات مع الموبايل في 2 مع الاس تي اف تي والام اف سي سي. لماذا اختارنا نوعين من الكونفوليوشن نيورال نتورك اللي هو الرسنت 50 والموبايل نت في 2؟ لان الرسنت يعتبر من انواع المعماريات المتوسطه، هل يمكننا استعمالها بالنسبه لهذا العدد من الكلاسات او بالنسبه لهذا العدد من الداتا سيت؟ والموبايل نت في 2 هي من المعماريات الخفيفة، وراح نشوف شنو الفرق بيناتهم، وراح نشوف الوقت اللي استغرقه الموبايل نت مع الرس نت، وراح نشوف النتائج بالنسبة للرس نت والموبايل نت لكلتا التقنيات الـ MFCC مع الـ STFT. استخدمنا في هذا البحث بي سي، حاسبة ديسكتوب تتكون من الميموري 12 جيجا بايت والمعالج AMD FX 8320 8 cores 3.2 جيجا هيرتز، وتحتوي على كارت خارجي نيفيديا جي فورس جي تي اكس 1050. الاوبريتنج سيستم استعملنا ويندوز 10، استعملنا لغة الار مع ماتلاب 2019 بي. أهم المحاور للمشروع بالنقطة الأولى كيفية إيجاد الداتا سيت حتى نتمكن من تحليل وإعطاء نتائج صحيحة. يجب أن تكون الداتا المستخدمة داتا جيدة ومحسنة حتى تكتشف الآلة الميزات والخصائص الأساسية للصوت، طبعا بعد تحويلها إلى الإيمج لأنه إحنا نستعمل CNN ما نستعمل RNN. لازم تكون عندنا داتا سيت جيدة. فبداية سوف تكون الستيب الأولى هو كيفية تحميل الداتا سيت، بعد ذلك تقطيعها، ثم تحويلها الى الساوند، من الساوند الى الايمج، بعد ذلك how to resize the image، بعد ذلك training and testing، والستيب الاخير reduce the output. وان شاء الله ستكون لنا درس خاص حول كيفية البريدكشن بالنسبة للمشروع. إذا أعجبكم الدرس لا تنسون الاشتراك، ونشوفكم في فيديو ثاني ودرس جديد ومعلومات جديدة. مع السلامة.